السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة بيسان والكرة الأعزاء في عدد جديد عدد سنتطرق فيه عفوا لكثير من أخبار لاعبين المحترفين المنتشرين في كل أصقاع العالم. البداية بعد هذا الفاصل القصير إن شاء الله. كشف النجم الألماني ولاعب نادي تشيلسي أنطونيو روديغار عن التشكيل الأحسن تاريخيا بالنسبة له، واختار كما تلاحظون الكثير من الأسماء العالمية. ما يهمنا في ذلك ما قاله روديغار عن اختيار نوير في تشكيلته وعلاقة ذلك بالجزائر، حيث عز الأمر لما قدمه الحارس الألماني ضد الجزائر في مونديال البرازيل 2014. روديغار قال أن نوير قدم ضد الجزائر ذروة مستواه، حيث قدم لقاء كبيرا وكان مذهلا حقا بعد أن وقف لوحده في وجه هجوم الجزائر وشل كل خطورته وكأنه قلب دفاع. كنت قد تكلمت في عدد أمس عن اهتمام ريال مدريد بضم محرز، وكنت قد أشرت لاهتمام بعض الأندية أيضا لكن من دون الكشف عن أسمائها، لأن صحيفة الديلي تيليغراف لم تشر للأسماء وهي التي نشرت الخبر. الديلي تيليغراف نشرت أخيرا أسماء الأندية الراغبة في ضم محرز إلى جانب الريال طبعا، وقالت أنهما ناديان، الأول هو بوروسيا دورتموند الألماني والثاني هو باريس سان جيرمان الفرنسي. اهتمام البي اس جي بمحرز ليس بجديد، لكن اهتمام بوروسيا هو المفاجئ، لأن بوروسيا دورتموند يبقى نادي من أندية الوسط في أوروبا وليس النادي الذي يغري محرز، كما أنه نادي قد لا يتمكن من تأمين راتب اللاعب الجزائري والمقدر ب 11 مليون أورو سنويا عكس الريال أو البي اس جي مثلا. صحيفة الديلي إكسبريس وفي عددها لنهار اليوم الأحد كشفت في خبر حصري أن مانشستر سيتي سيرمي بثقله لضم إيرلينغ هالاند بعد أن صار الهدف الأول للفريق. هذا يقودنا ربما للحديث عن صفقة مبادلة بانتقال محرز للطرف الآخر. هذا مجرد اجتهاد مني وربط بين الخبرين وليس خبر من الصحافة الإنجليزية. بعد أن خرج مطرودا في لقاء لونز سهرة أمس، سيضيع لاعب الخضر إسلام سليماني على نفسه مشاركة كأساسي، وذلك في لقاء ريد ستار المقبل في الكأس على اعتبار أنه يشارك فقط في لقاءات الكأس كأساسي. موقع أولمبيكي ليوني المقرب من ليون متخوف كثيرا من تغليظ العقوبة، حيث قال أن تدخل سليماني القوي وحصوله على طرد مباشر ربما يدفع بلجنة الانضباط لمعاقبته بأكثر من لقاء، حيث باتت بذلك مشاركته ضد أونجي في الدوري الفرنسي الجولة المقبلة مهددة أيضا. نزل الدولي الجزائري رمز العربي الزروقي ضيفا على قناة نادي 20 الرسمية سهرة أمس، أين تحدث عن لقاء بيتاس الذي جرى سهرة أمس أيضا، وتكلم عن أسبوعه الأخير الذي قضاه مع الخضر. زروقي أكد أن تربص الخضر بالنسبة له كان ناجحا من كل الجوانب، مضيفا أنه اكتسب خبرات كثيرة في هذه الفترة. زروقي قال أيضا أنه لم يكن ينتظر أن يلعب هذا الكم من الدقائق، ولم يكن ينتظر أصلا المشاركة كأساسي في اللقاء الثاني ضد بوتسوانا. لاعب الخضر الشاب قال أنه راض عما قدمه في اللقاءين ليس هذا وحسب، بل قال أيضا أنه لمس ردود أفعال إيجابية لدى الناخب الوطني جمال بلماضي وزملائه اللاعبين الذين يكونون قد عبروا عن رضاهم لمردوده. زروقي تكلم أيضا عن عائق اللغة وهل كان معزولا كما قالت الصحافة الجزائرية، وهنا رد بالنفي، حيث قال أنه صحيح لا يتكلم العربية والفرنسية لكنه يفهمهما قليلا، كما أن جل لاعبي المنتخب الوطني يتكلمون الإنجليزية التي يتعامل بها. في الأخير طلب من زروقي وصف أجواء الخضر، وهنا أشاد الشاب الجزائري بالمنتخب وقال أنه مثل العائلة، الكل يساعد الكل والكل يقف في خدمة الكل، مؤكدا أنه استقبل بطريقة أكثر من رائعة ولم يشعر أبدا أنه لاعب جديد. زروقي كان قد خرج مصابا قبل نهاية لقاء فيتس أرنهايم سهرة أمس بدقيقة واحدة. الجزائري عانى من إصابة على مستوى أسفل الظهر، مبدئيا الإصابة ليست خطيرة وسيكون حاضرا قريبا جدا في تدريبات فريقه إن شاء الله. رغم تواجده في مجموعة فريقه أونجي التي واجهت عشية اليوم نادي مونبولييه في الدوري، إلا أن اسم لاعب الخضر فريد الملالي لم يتواجد لا في التشكيلة الأساسية ولا مع البدلاء. تقارير صحفية فرنسية قالت اليوم أن الملالي تم عزله بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا،
فرغم أن نتيجته كانت سلبية وتم استدعائه للقاء، إلا أنه قد يكون وقع خطأ في عينته، ولذلك تم عزله وأعاد الفحص في انتظار ظهور النتيجة. ككل أحد نستعرض بعض نتائج لاعبين ومشاركاتهم، والبداية بماندي. لاعب الخضر لعب 90 دقيقة وقدم مستوى جيد في لقاء إلتشي، اللقاء انتهى بتعادل هدف لهدف. إلى الليغ آن والبداية فيها بديلور الجزائري وفريقه مونبولي، أنهوا لقاء أنجي بالتعادل الإيجابي هدف لهدف. ديلور ضيع فرصة سهلة جدا لقتل اللقاء قبل ربع ساعة من نهايته حين كان فريقه متفوق بهدف دون رد. لقاء بوردو وستراسبورغ عرف عودة زورغان كما أشرنا في عدد أمس. الجزائري شارك بديلا ولعب آخر 25 دقيقة، فريقه سقط على أرضه بثلاثية مقابل هدفين. حارس بالقبلة شارك أساسيا وحمل شارة القيادة في لقاء فريقه ضد لوريون. الجزائري قدم مستوى جيد لكنه خرج مطرودا في الدقيقة الأخيرة بعد أن عرقل مهاجم لوريون وهو المدافع الأخير. لقاء نيم وسانتيتيان عرف مشاركة الدولي زين الدين فرحات كأساسي ولعب كاميرا 90 دقيقة، كما عرف مشاركة اليافع كيليان جسوم كأساسي أيضا لكنه ترك مكانه في الدقيقة 73. اللقاء عرف أيضا عودة الدولي الآخر كريم عريبي بعد غياب طويل حيث شارك في آخر 8 دقائق، وعرف في المقابل من جانب سانتيتيان غياب بودبوز. اللقاء انتهى بسقوط ثلاثي نيم الجزائري بهدفين دون رد. إلى الدوري البرتغالي الآن، حيث عاد الجزائري يانيس حماش للمشاركة كأساسي وقدم مستوى مميز وقاد فريقه بوافيشتا بورتو للفوز بهدفين من دون رد حيث قدم كرة حاسمة. في الإيرديفيزي حافظ الدوري الجزائري أحمد توبة على مركزه الأساسي مع ناديه فالفيك، ورغم تلقي شباك فريقه لثلاثية إلا أنه قدم مستوى جيد كما يظهر من خلال تصنيف سوفاسكور. في الدوري البلجيكي عرف لقاء بيرشوت والسيركل بروج غياب الدولي الجزائري محمد رضا حليمية، السبب لغاية الآن غير واضح لكنه الإصابة بنسبة كبيرة. الختام بالدوري السويسري، أين تأزمت وضعية الجزائري أيوب عبد اللاوي بسقوطه بثلاثية ضد نادي يونغ بويز. أيوب شارك أساسيا كما جرت العادة لكنه خرج بديلا بين شوطي اللقاء. إلى هنا تكون أخبار اليوم قد انتهت، نلتقي إن شاء الله في عدد جديد بداية من يوم غد. أود أن أشير في الأخير إلى أن مصادر كل الأخبار التي وردت في عدد اليوم ستجدونها أسفل الفيديو في صندوق الوصف، ما عليكم سوى النزول إذا أردتم التعمق أكثر في أخبار اليوم. سلام.